Okay. عندنا زولين و ايرث تيم مارش. يرجع يرجع. اوكي انقذ ايرث. يكفي عشان يموتوا ده؟ ما يكفي. اوكي نايس دي اي. تعال سوالي رفلكت بس توازنت انف. حلو. باك ثرو موب انف. ايرث ات 160. باك ثرو ستيل نوت انف. انا على اي لمسه. وات دي دو؟ غلط بس نو ون ديد اني ثينك تو هيم. I was too late. Was... Nice Edgar. Okay. مارسي هذا. اوكي اوكي ستيل الايف. اوكي نيفر مايند didn't take him there. زولين على 160. Be careful. And he's dead. Now it's 2v1 earth. They have to grab the limit if actually has a chance. Just gets one of them. It's gonna be different story. Okay. Now he has the lead. Oof. سيلعب. فوق الطاقة العقلية.
Ooh, okay. Nice. That's one for Julian and Earth. What is Marsh doing? I think he, no one's gonna. ما حاب يغير ال characters. Yeah. Okay. I'm in the town and city. Nice. Okay. God. F smash, follow up. Okay. Now Julian's team was the lead. Then show. They can solve شوي. Zulen or Earth. It's their chance. In the 2-0. Okay, Zen. تعد على ساعد. Ooh, حلوة. ساعد زولين Earth عشان. My what? يا من آخر دنيا فوليبول. Oh. Oh no, it's a 4v1. أما خلاص. ايرث يقدر يسويها ولا لا؟ بيش 60% رايت تو سويت سبوت فيليجر باك اب عين 1-1
صنع على باتل سمول باتل بيج. اوه نوتك يرجع رجع اوكي والارجال رجع على اوكي يس ما كان يقدر يسوي شيء اكثر من شيء. اوه اوكي راح فيها طب اوكي اوكي طلع برا داون سماش مرتين ضيعت at 110 and then 130 اوه اوكي فاينالي الين عندهم ليد وايد كبير it's kind of bleak بعدها حي مارتشز الحين بروحه سوساد للأسف